يقول: قول بعض السلف في أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لم يسبقهم بكثير صوم ولا صلاة ولكنه شيء وقر في القلب، هل هذا القول يبعث على ترك الأسباب وأن الصدق هو شيء يهبه الله لمن يشاء في قلبه؟ وهل أبو بكر الصديق ترك الأعمال واقتصر على القلب؟ من يقول هذا؟ أبو بكر الصديق جمع بين الأعمال وصدق القلب، جمع بين الأمرين، فهذا هو معنى قول بعض السلف. ما هو أكثر الناس عمل، ولكنه أكثرهم إخلاصا لله عز وجل وصدقا مع الله عز وجل وصبرا على الدين. يعني